والله ماني عارف وين ماشي. انا متبعه من تيري. عندك سكر في الدار؟ ما عندي السكر في الدار، انا نخدم في السكر. نحن قريب يطلع لنا السكر، السكر طلع مش لا سكر لا سميد لا زيت. ديك تو غريب امي كيلو ولا راني مروح تاعي. السكر في بدني موجود. تقول لي تعب منين؟ نقول لها مش كارت، تقول لي يا فمش حد، وين السكر؟ وين السكر؟ تو تعب من السكر وسكر ما ذميش. يروح في شكاره معاك. روح في شكاره عاد جيعان خير من في الحبس. عبيت سريك، تو انت الباتيسري ما تجيش تعبي في السكر. والباتيسري منين تجي في السكر؟ كمش الجروسي ستيت ما هو فيها تخفي فيها بسوم مدعم تبيع فيها بالاندستريال وما يحبش يبيع للعطار وخاطر ما يربحش من العطار. اما هو كي يربح هو في شكاره 5000 نورمال خدمه اللي ما يربحش الجم هي دي برشا برشا معاملات. احنا الجروسيست في الحوم. الدنيا ماشيه في حياتي. اسمع ريت نحكيك انا حاجه ماكسيموم شهرين اخرين راهي باش نعيشوا في تونس شهرين اخرين كاورة. لا والله برا ولا بالحق بعد وين ماشي مش نحن مريد من ماشيين تونس مشت مش نحن ماشيين نحن انا قاعدين في بلاصتنا ما هي هي نحن قاعدين في بلاصتنا والدنيا ماشيه بينا خاطر نحن ما عندنا وين ماشيين ما نجموش نقدموا نحن انا واحد من الناس حب لي 8 سنين اخرين باش نوصل للصفر نتاع الناس اللي بدات بيه فهمت كيف والله ما يضحك شيء ما يضحك شيء ندم انا كي نروح كل يوم معلم تبلي ايش تحكي بش يا ربي شيء يحزن ولا بالحق والله والله خي عمري انا تو في 23 سنه عمري في 23 سنه معناها كي انا بابا عامل علي مزيه كي معناها كي مبيتني في الدار تزيدين احكي ونضحك انا عدي في النهار بالكي داك تشوفي باي ها عادي وجوي بيعي والحمد لله يا رب والشكوى الغير اللي عم ذلك وهك غطس في السكر والعسل انا نضحك العسل